لعلك تتساءل عزيزي المشاهد عما سيحدث لو فازت كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية وجلست على كرسي الحكم. تحديات كبيرة تواجهها هاريس إذا ما فازت بانتخابات الرئاسة الأمريكية، خاصة أنها كانت العقل المدبر لإدارة جو بايدن. فما المتوقع إذا ترأست البيت الأبيض؟ لا تغييرات جذرية ولا يحزنون، هذا ما يخشاه الأمريكيون، لكنهم رغم ذلك وبحسب استطلاعات الرأي يرونها بالعربي أرحم من ترامب. هذه النظرة التي ترى أن كامالا لن تغير الكثير ربما جاءت بسبب سياسة بايدن الذي عملت معه نائبة لفترة طويلة، وسيكون عليها تغيير وجهات نظر الأمريكيين المتصلبة بشأن الإرث الاقتصادي غير المحبب لإدارتها. ففي عهد بايدن ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى، وارتفعت معدلات فائدة بنك الاحتياط الفيدرالي، حتى بات العديد من الأمريكيين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف الرهن العقاري وشراء المنازل. أما من هم ليسوا مواطنين أمريكيين فيتساءلون كيف ستكون طريقة التعامل في القضايا الخارجية. نعرف جميعاً أن أمريكا لا تترك بلداً على حاله، فعزيزتنا كامالا ومبكراً قررت الاستمرار في ولائها لسياسة جو بايدن، فأمن إسرائيل كان ولا يزال من أولوياتها، محاولة إدماجه في المنطقة. كيف؟ باستخدام سياسة التواصل مع الإيرانيين من دون إبداء مرونة للتقدم الفعلي. فكامالا حريصة على أن يكون لدى إسرائيل القدرة على الدفاع عن نفسها. إذا بات بالإمكان التكهن بالخطوط العريضة لما ستكون عليه تلك السياسة انطلاقاً من أن هاريس سوف تسير على خطى إدارة جو بايدن في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط. وإن كنت تسأل عن حال الشعب الفلسطيني الذي يباد بدم بارد وبرعاية أمريكية، أقول لك إن هاريس تحاول إمساك العصا من الوسط، لكن الحقيقة أنها ملتزمة بالسياسات الأمريكية التقليدية في دعم إسرائيل بلا قيد أو شرط كما فعل بايدن. وهكذا تكون كامالا قد أكملت واجباتها، محاولة الاقتراب من الكرسي الأمريكي ولو بدهاء خفي يحمل بغضا على شعب يباد بكامله علنا.